خمس شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي جراء آخر غارة إسرائيلية نفذت على منطقة بلدة بني سهيلة إلى الشرق من خان يونس، وعدد من الإصابات نحو 10 إصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي جراء هذه الغارة المميتة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة بني سهيلة، والتي أيضا تلقت يعني ضربة أخرى من الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل هذه الغارة بوقت قصير، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل آخر لعائلة أبو جاموس، مما أدى الاستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة نحو 7 آخرين، وصلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. سلسلة من الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة على أماكن متفرقة في خان يونس. أيضا كان هناك في محيط منطقة العمور والفخاري ومنطقة صوفا، وهي مناطق قريبة من يعني السياج الحدودي في إلى الشرق من خان يونس، وهي المنطقة الواصلة ما بين محافظتي رفح وخان يونس. كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية بالطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وأيضا تدمير عدد من الممتلكات في هذه المنطقة. حسب ما أفدنا بأن سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، والتي حاولت التوغل إلى داخل مناطق الشرقية من خان يونس، وقامت قوات النخبة في سرايا القدس بالتصدي إلى هذه المنطقة إلى هذه الآليات والدبابات الإسرائيلية التي حاولت التوغل في هذه المنطقة، ما استدعى قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية بقصف عنيف على تلك المنطقة. وأيضا وصل القصف إلى منطقة حي النصر والفخاري ومنطقة العمور ومنطقة صوفا، بالإضافة إلى مناطق شرق رفع، عمليات قصف عنيفة من قبل الدبابات وأيضا الدبابات الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية. هذه الغارات أيضا جاءت بعد قصف منزل في منطقة القرارة، وأدى إلى إصابة 5 مواطنين وأحدهم إصابة حرجة جدا، الآن يتلقى العلاج في قسم العناية الفائقة. وهذه الغارة جاءت بعد المجزرة المروعة التي نفذتها إسرائيل في الحي الياباني إلى الغرب من خان يونس، حيث استشهد 19 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 45 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على منزل لعائلة عواد في منطقة الحي الياباني. سلسلة كبيرة من المجازر والغارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد كبير لا يحصى من الغارات الإسرائيلية التي أطلقت على أراضي فارغة وأراضي زراعية، بالإضافة إلى عدد من المنازل التي تم إخلاؤها من قبل السكان خاصة في منطقة القرارة وبلدة بني سهيلة وخزاعة، بالإضافة إلى بلدة عبسان الكبيرة. الوضع تصاعد بصورة كبيرة جدا هذا اليوم في خان يونس، نتحدث عن عدد كبير من الشهداء، ربما هناك أكثر من 25 شهيدا أو 30 شهيدا في الغارات التي يعني نفذت على مدينة خان يونس، ولا ننسى الغارة التي نفذت مساء أمس على منزل عائلة أبو حطب والتي أدت إلى استشهاد 11 مواطنا من عائلة واحدة من عائلة أبو حطب وبعض العائلات المجاورة، وكان من بين الشهداء الزميل محمد أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 أو 30 آخرين بفعل القصف العنيف الذي دمر المنزل ودمر أجزاء من المنازل المجاورة. عملية تصعيد كبيرة جدا، عملية قصف أيضا متصاعدة، وأيضا الضحايا يعني يتصاعدون ويعني يصلون تباعا إلى المستشفيات. في منزل عائلة أبو عمر الغارة الأخيرة على بلدة بني سهيلة، لا زالت طواقم الدفاع المدني تعمل في المكان لإخلاء عدد من المفقودين في هذا المنزل، بالإضافة إلى المنازل المجاورة. هذا الأمر ينطبق على عدد كبير من المنازل التي قصفت اليوم في خان يونس، لا زالت طواقم الدفاع المدني أو المواطنون المحليون والجيران يعملون على البحث عن بعض الأشخاص المفقودين تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة.